مرحبا أحبائي، كيفكن اليوم؟ اشتقتولي؟ أنا كتير اشتقتلكن. جاهزين لحلقة جديدة فيها تمارين وفيها أغنية جديدة، هلأ رح نشرحها سوا. والأغنية بتقول: فراشة جميلة، فراشة جميلة. مين ما بحب الفراشة بيناتكن؟ أنا كتير بحب الفراشة، خاصة الملونة، وأوقات اللون أبيض كتير حلوة. أنتو بتحبوا الفراشة؟ يلا. فراشة جميلة ترقص ترفرف تتباهى بألوانها الزاهية. فإذا الفراشة ترقص، عم بشبهها لحدا عم يرقص. ترفرف بتطير. تتباهى بألوانها الزاهية. شو يعني تتباهى بألوانها الزاهية؟ يعني كأنها هي وعم ترقص عم تقشع حالها بالألوان الحلوة يلي هي عليها. تعرفوا لأنه الفراشة ممكن تكون متعددة الألوان وممكن من لون واحد، فإذا هي بشبهها الكاتب لشو؟ لإنسان مبسوط بحاله بالألوان اللي لبسها. تحب الأزهار المتنوعة. بتشوفوا الفراشة كيف بتصير تطير وتغط من زهرة لزهرة؟ أكيد. ليه؟ لأنه بتحب كل أنواع الأزهار. تنتقل من زهرة إلى زهرة، وبتصير تروح من هالزهرة لهالزهرة. نقي يلي بتعجبها، الزهرة يلي بتعجبها. فلا مثيل للفراشة الجميلة. شو يعني لا مثيل؟ يعني ما في حدا مثل هالفراشة الحلوة. حبيتوها؟ من عينا. فراشة جميلة ترقص ترفرف تتباهى بألوانها الزاهية. رجع بعيد، شو يعني تتباهى؟ تقشع حالها بألوانها الزاهية. شو يعني الزاهية؟ الفرحة، يعني مثل الأصفر، مثل الأحمر، مثل الزهر، مثل الأزرق، بس أكيد مش لون غامق. تحب الأزهار المتنوعة. بتحب إذن كل أنواع الأزهار. تنتقل من زهرة إلى زهرة، وبتصير تغط على الزهرة يلي تستحليها. فلا مثيل للفراشة الجميلة. وأنا بحس إنه ما في مثل الفراشة الحلوة. حبيتوها؟ شو رأيكم هلأ تستمعوا لهالأغنية وبعدين منتابع؟ فراشة جميلة ترقص ترفرف تتباهى بألوانها، ألوانها الزاهية. تحب الأزهار المتنوعة. تنتقل من زهرة إلى زهرة. فلا مثيل للفراشة الجميلة. جاهزين لهالتمارين؟ شوفوا شو مكتوب على اللوح. يحب أرنوب الأزهار، لهذا زرعها قرب جحره. مين يعني أرنوب؟ أرنب صغير. فإذا
اسمه شو؟ سموه أرنوب. ماذا يحب أرنوب؟ الأزهار. لهذا زرعها قرب جحره. شو يعني جحره؟ يعني بيت الأرنب قرب بيته. بدي منكم تركزوا منيح على الحرف المكرر. يحب أرنوب الأزهار. لهذا زرعها قرب جحره. عن أي حرف عم بحكي؟ طبعاً الهاء. أحسنتم. هيا نضع دائرة حول الهاء في هذه الجملة. يحب أرنوب. عم نسمع شي الهاء؟ كلا. الأزهار. طبعاً الهاء في الأزهار. لهذا. لهذا نحط دائرة حول الهاء بهذا. زرعها منحط دائرة حول الهاء في زرعها. قرب جحره. جحره نضع دائرة حول الهاء في جحره. وهلأ سوا من نحلل هالكلمات لنتذكر كيف نكتب الأحرف. جحره. جين تمد يدها لما بعدها. جحره. الحاء شفتوا كيف مادة إيدها للي قبلها واللي بعدها؟ كيف منكتبها بالوسط الكلمة؟ جحره. من بعد الحاء في عندي الراء. الراء بتمد ايدها للي قبلها وحسب. جحره. والهاء جالسة مستقلة بشكل دائرة. عم تحللوا معي؟ الكلمة الثانية بيته. باء مد ايدها للي بعدها. بي شوفوا الياء كيف بكتبها بالوسط لما تمد للي قبلها واللي بعدها. بيته. التاء كمان مد ايدها للي قبلها واللي بعدها. وبالاخر الهاء مد ايدها للي قبلها فقط. هلا كلمة زهرة تبدا مع الزاي. زاي بكتبها لحالها منفردة زائد الهاء مد ايدها لمين؟ للراء. شفتوا كيف بكتبها؟ للهاء. للراء اللي مد ايدها للهاء. ومن ثم التاء بشكل دائري. وهيك بنكون سكرنا حرف الهاء بكل اشكاله. الجملة التالية كمان بدي منكم تركزوا منيح. أقولكم عن أي حرف؟ فكروا منيح. العسل طعام طيب للأطفال. إذن مين ما بحب العسل بيناتكم؟ كتير طيب العسل وبغذي مفيد للصحة. فإذن تناولوا العسل إذا فيكن. العسل طعام طيب للأطفال. عن أي حرف؟ طبعاً عن الطاء. إذن أضع دائرة حول ط بطعام. خليني نقي لون آخر الأحمر. منحط دائرة إذن بالأحمر حول ط. العسل طعام طيب. وين في عندي ط هون؟ بالأول. للأطفال. للأطفال أضع دائرة حول الط. هلا سنحلل الكلمات التالية. طعام. يلا اكتبوا قدامكم. أنا وعم بكتب فرد وقت. ط مد ايدها للي
بعدها شفتوا كيف بكتبها بأي شكل مع خط فوقها؟ طعام. العين بالوسط، مد ايدها للي قبلها واللي بعدها. طعام. ألف ماسكة العين، وبالآخر الميم مستقلة. بلوط. بلوط هو شو؟ نوع من شجر، شجر البلوط. بلوط. باء زائد لام. لاحظوا بدي احط على اللام الشدة، لازم اكتبها للشدة. بلوط. ماسكة ايدها الواو للي، مد ايدها للي قبلها، وبالاخر الطا مستقلة. بلوط. ليه مستقلة؟ لأنه في قبل الواو منه حرف وصل باللي بعده. ثالث كلمة بطة. البطة باء زائد الطا. شو بلاحظ؟ شو في على الطا؟ الشدة بدي احطها. بطت، والتاء بالاخر مد ايدها للي قبله. وهلا رح اختار اي لون؟ البرتقال. ركزوا منيح بهالجمله عن اي حرف عم بحكي. ذهب الذئب الى حقل الذره. ذهب الذئب إلى حقل الذرة. عن أي حرف؟ طبعاً عن حرف الذال. يلا هيا نضع دائرة حول حرف الذال. ذهب. عم بسمع هون بحط دائرة. الذئب. الذئب حطه مع الشدة. ليه؟ لأنه الشدة هي حرف الذال مكرر. إلى حقل الذرة أيضا حرف الذال مكرر. الذئب. بدنا نحلل هالكلمات. في عندي هون شدة، ما تنسوا تحطوها لأنه في ال، دخلت ال على كلمة ذئب، والذال هو حرف شمسي، يعني لازم حط شدة من بعد ما تدخل ال على هالكلمة. حللوا معي. ال. ألف زائد لام، مد إيدها لمين؟ للذال. الذال بنتبه شو في عليها؟ شدة. الذئب. كرسي الياء، عليها الهمزة، بتقعد عليها بعدين بس تكبر وبتعرف شو يعني كرسي الياء. من كفي الباء بالاخير مد ايدها للي قبله. الذئب. ذره. بتحبوا الذره؟ كثير هو مفيد للصحه، عرفتوه؟ عرنوس الذره كثير بحبوه الاولاد. طيب اذا بنسلقه او اذا بنشويه. الذره. هون عندي كلمه ذره. لاحظوا هون شو في بهالكلمه؟ ذال زائد الراء زائد تاء. شو في عندي بهالكلمة؟ كل الأحرف مستقلة. الذال لوحدها، الراء لوحدها، والتاء لوحدها. جذع. جيم، مد إيدها للذال. الذال مد إيدها للجيم. والعين مستقلة. تعبتوا؟ أكيد لا. وقفة ومنرجع منتابع. ذيل. طائرة. حرة.
هدهد. جاهزين لهالتمرين؟ شو بدي أعمل بهالتمرين؟ بدي أربط بين الهاء والهاء الواردة في الكلمة من الجهة الأخرى. إذن عندي كلمة لعبته، أي شكل شو شايفين؟ بربطها بين هالشكل أو هيدا أو الثالث أو الرابع. شو أقولكن؟ لعبته. طلعوا كيف مكتوب الهاء، ماسكة إيد اللي قبلها. إذن بهذا الشكل لعبته. تاني كلمة سهل. سهل شو يعني سهل؟ يعني أرض كبيرة كبيرة فيها مثلا القمح أو شيء تاني. سهل كيف مكتوب الهاء بسهل؟ كيف؟ مد إيدها للي قبلها واللي بعدها. إذن بهذا الشكل هدية. هدية في أجمل من الهدية على عيد ميلادكم؟ طبعا لا. هدية كيف مكتوب الهاء بهدية؟ مد إيدها للي بعدها. فإذا حط سهم بينه وبينها. مياه. مياه الهاء في مياه، كيف مكتوب الهاء؟ مستقلة، بربط بينها وبين. هلا ننتقل لطا. كلمة طفل، كيف مكتوبة الطاء في كلمة طفل؟ مد إيدها للي بعدها بالشكل الأول أو الثاني أم الثالث؟ شو رأيكم؟ طبعا بالشكل الأول. طفل. طاولة. طاولة أيضا الطاء، كيف مكتوب الطاء بطاولة؟ بالشكل الأول لأنه مد إيدها لتمسك اللي بعده. نشاط. نشاط كيف مكتوب الطاء بنشاط؟ هون بكلمة نشاط في عند الطاء مكتوبة مستقلة، فيني اعتبر هاي وفيني ارجع اكتب طا هيك، فبتكون طا مستقلة. فيني هون زيد سن لحتى اقول انه هيدي مد ايدها للي بعدها، بس نحنا مش ضروري نزيد سن هون بالكتابة، مثل طفل ومثل طاولة مش ضروري نزيد سن. فإذا كلمة نشاط مكتوبة طا فيها بالآخر مش مد إيدها لا حدا. كلمة بط، لاحظوا على شكل الطا ببط، كيف مكتوبة؟ مد إيدها للي قبلها يعني للباء. بأي شكل بكتبها؟ بالشكل التالي وبالآخر مش ماسكة إيد حدا. بقى عندي الشكل التالي للطا، مد إيدها للي قبلها واللي بعدها. أي كلمة فيها الطه مد إيدها للي قبلها واللي بعدها؟ كلمة بطيخ. بطيخ رح اكتبها هون بطيخ. شفتوا كيف؟ مد إيدها للي قبلها واللي بعدها. منتابع مع حرف الذال. حذاء. طلعوا منيح أي شكل الذال مكتوبة بحذاء، الشكل الأول أو الشكل الثاني؟ طبعا الشكل الثاني. حذاء. ذهب. ذهب كيف مكتوب الذال؟ مستقلة، ذهب الشكل الأول. ذيل. ذيل ذنبه يعني مثلا للحصان. ذيل كيف مكتوب الذال؟ مكتوبة بالشكل الأول. جذع. جذع شجرة. جذع كيف شايفين الذال؟ بالشكل الثاني يعني مد إيدها للي قبلها.
وهيك منكون تذكرنا شكل الهاء والطاء والزال. وهلا بدي منكم انه ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمرق باسفل الشاشه. وانا بدي لكم الى اللقاء الى حلقه جديده احبائي. باي باي. جميلة ترقص ترفرف تتباهى بألوانها ألوانها الزاهية، تحب الأزهار المتنوعة، تنتقل من زهرة إلى زهرة فلا مثيل للفراشة.